أهلا بكم في نشرة الأخبار المغاربية. كشفت صحيفة هسبريس المغربية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لا يستبعد إمكانية اللجوء إلى القضاء في ملف فضائح التحكيم بالدوري المغربي خلال الموسم الماضي. أعلن نادي أتلتيكو ليبرتاد الإسباني لكرة القدم الناشط في دوري الهواة عن مقتل لاعبه المغربي رضا أرشاد البالغ من العمر 21 سنة بطعنة سكين في حي سانتا كلارا بمدينة إشبيليا. أكدت مصادر مقربة لموقع وين وين حقيقة اعتزال إسلام سليماني مهاجم ميشلا البلجيكي مع منتخب الجزائر، مشيرة إلى أن الأخير لا يفكر إطلاقا في وضع حد لمسيرته الدولية. وأضافت المصادر ذاتها أن سليماني يرغب في الحديث مع المدرب الجديد للخضر فلاديمير بيتكوفيتش حول وضعيته خلال معسكر شهر مارس الجاري. توقع المدرب السويسري آلين جيجر في تصريحات لموقع وين وين بأن مواطنه فلاديمير بيتكوفيتش قادر على تجاوز الضغوط المحيطة بمنتخب الجزائر، وذلك بعد تعيينه رسميا على رأس الجهاز الفني لمنتخب محاربي الصحراء حتى عام 2026. أشاد نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند بمستوى النجم التونسي إلياس العاشوري قبل مواجهة كوبنهاغن الدنماركي اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مبديا إعجابه بطريقة لعبه. أبدأ البرتغالي جوزي ميغيل كاردوزو مدرب الترجي الرياضي التونسي استغرابه الشديد من برمجة مباريات الدوري التونسي كل 3 أيام، داعيا الاتحاد التونسي لمراجعة الرزنامة للمحافظة على صحة اللاعبين. ختام النشرة، إلى اللقاء.